خرج البعض مدفوعا بقسوة ظرف عام أو خاص، وخرج بعض آخر راغبا في العلم أو حالما بالرزق أو مسكونا بسحر الرحلة نفسها. البروفيسور محمد عبد الحليم، رئيس مركز الدراسات الإسلامية بجامعة لندن. نشأت في قرية في دلتا النيل الأسدية في محافظة الشرقية، وحفظت القرآن الكريم في كتاب القرية. كان هذا بداية للدراسة في المعهد الديني بالزقازيق، أحد المعاهد الكبرى للأزهر، فدرست فيه الابتدائية والثانوية، وانتقلت بعد ذلك إلى دار العلوم جامعة القاهرة، فطلعت أنا الأول، وترتب على هذا تعييني معيد في الكلية، ثم أرسلت إلى إنجلترا للدراسة في جامعة كامبريدج، وفي هذه الكلية كلية فيتز ويليام كوليدج. فكان طبعا هذا أكبر مفصل في حياتي بالتأكيد، غيرت مجرى حياتي، وترتب عليها أني موجود في هذه البلاد منذ أكثر من 50 سنة. يتذكر البروفيسور محمد عبد الحليم أولى خطواته في جامعة كامبريدج، بينما يلتقي بمديرتها الحالية ليهديها أحد كتبه، ويروي كيف غيرت كامبريدج حياته العلمية والشخصية ودور حرب عام 67 في ذلك. كامبريدج طبعاً وهذه الكلية غيرت الحياة، حتى الحياة الشخصية. وجدت نفسي هنا كأي طالب لازم أستعمل الدراجة دائما. لا يمكن في مصر أن أنا أزهري أركب دراجة، وما فيش، لا الناحية المالية تسمح ولا الاجتماعية تسمح. أنا هذا أول بيت نزلت فيه في كامبريدج عندما جئت إلى هذا البلد الجميل من أكثر من 50 سنة. كان فيه أسرة إنجليزية، كانوا ناس من ألطف ما يكون. كان هذا الكلام بعد حادثة عن حرب السويس بقليل، وكان لازال شعور الحرب بين البلدين موجود، لكن هؤلاء القوم لم يذكروا لي هذا على الإطلاق، ولم يشيروا إلى أي شيء من هذا، وكانوا في غاية اللطف معي. ومن الحوادث اللطيفة التي حصلت أني نزلت واشتريت قلم حبر، فلما جئت إلى البيت وأنا قلت له على الطريقة المصرية تفضل ده لك، فهذا الإنجليزي أخذها على ظاهرها وظن أنني اشتريته له، فشكرني وأخذ القلم. وبصيت تاني يوم لقيته راح شري لي كوفية خضراء جديدة. فظلت هذه الحادثة ظريفة لأنها أول حادث من حوادث يعني اختلاف الثقافات. يعني رحلة مشاقة الأول مع تعلم اللغة الإنجليزية، ثم بعد ذلك بدأت رحلة الدراسة في الشعر. وحينما كنت طالباً أبحث في هذا الموضوع، طلب رئيس القسم من وزارة التعليم في القاهرة، قال هل عندكم مانع أن يقوم ابنكم هذا بالتدريس معنا في الكلية لمدة؟ فطبعا الوزير في مصر وافق. بعد سنة أو اثنين حصلت يعني كارثة 67، فدي يعني سببت يعني احنا كنا هنا طلبة مصريين أو غيره أو عرب، كانت يعني تعتبر يعني كانت تصيبنا بالجنون بلا ريب. وترتب عليها بعد ذلك ان ايه يعني انا
بعد سنة أو شيء من هذا كنت فكرت أن أنا إيه أرجع أروح القاهرة، فإذا بناس من أصدق الناس إلينا من الناس محترمين قالوا لي لا ترجع لأن كله الآن بيمشي. استمرت في التدريس حتى سنة 71، ثم انتقلت إلى جامعة لندن والتي أعمل فيها منذ ذلك الوقت حتى الآن. عبد الحليم وأنا زملاء في العمل منذ زمن طويل في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية، وكان عبد الحليم في البداية هو الأستاذ الوحيد الذي يحاضر باللغة العربية. التقيته أول مرة عندما ذهبت إلى إحدى محاضراته، وكان آنذاك يدرس مقرراً باللغة العربية لطلاب الدراسات العليا، وكنت أنا أود أن أعتاد على اللغة العربية، فذهبت إلى محاضرته وأصبحنا زميلين مقربين منذ ذلك الحين. في تلك الأيام كانت مباني معهد الدراسات الشرقية أصغر كثيراً، ولم يكن لدينا إلا هذا المبنى الذي نطلق عليه الآن المبنى القديم. أسلوب الحياة تغير أيضاً وأصبح أقل رسمية عما كان عليه في السابق، فقد كنت حتى السبعينيات أرتدي ربطة عنق ثم توقفت. كنا ننادي الطلاب بألقاب السيد والسيدة. بعد أن أمضى البروفيسور محمد عبد الحليم سنين طويلة يدرس الأدب العربي في جامعتي كامبريدج ولندن، حدث تحول كبير في حياته جعله يغير تخصصه الدراسي إلى تخصص آخر سيكون مقدمة لإصدار أهم ترجمة باللغة الإنجليزية للقرآن الكريم. كان فيه ناس من يتركوا يعني حقلهم الدراسي من الغربيين ويتحول الكلام عن القرآن بطريقة لا تعجبني ولا أراها صحيحة، فقلت لنفسي والله عيب كبير جدا أن أنا قروي حافظ القرآن من دلتا النيل وأجي هنا وأشغل نفسي بالأدب وأترك لهؤلاء أن يتكلموا عن القرآن كلام طبعا لا في رأيي أنه غير سليم على الإطلاق. فقررت منذ ذلك الوقت أن أوجه جهدي كله إلى دراسة القرآن والكتابة فيه والبحث فيه. أنا سألت الطلاب قلت لهم ماذا أي ترجمة تعجبكم؟ قالوا لا يعجبنا أي منها. قلت ليه؟ قالوا هذه مكتوبة بلغات لا نقرأها في الجامعة ولم نقرأها، وبعدين يعني ما لا تجتذبنا، فما أن نقرأ عدة سطور حتى نضعها جانبا. فترجمت صفحة وقلت انظروا في هذه وتعالوا لي في الأسبوع القادم وقولوا ماذا ترون. قالوا أحسن بس لسه برضو. وكررت هذه العملية 3 مرات أو 4 حتى قالوا هذا ممتاز وهذا يروقنا جدا. فخلاص قلت هذا هو النظام الذي أسير عليه وابتديت فيه. أخذ الكلام ده مني حوالي 7 سنين. الترجمة أكثر حصل هنا في الجامعة، لكن حينما أحتاج إلى المراجعة آتي بالمجلد وأنظر لأتأكد من المعنى السليم. وأهم شيء عندي هو السياق، لأن كثير من الناس يترجم الكلام ينسى ما قبل الآية وما بعدها، فيطلع الكلام يعني ناقص المعنى ومقطع، وهذا ما انتقده الغربيون على القرآن منذ القرن 12.